التواجد ديالكم والتغطيه ديالكم الكبيره الاعلاميه لهذا المهرجان اللي انا فرحان انني متواجد فيه للمره الثانيه. كان عندي الشرف انني نتواجد في سنه 2019 ودابا في سنه 2024 بعد مرور يعني هذه السنوات كامله. فرحان يعني الحمد لله كان حضور غفير، كان تفاعل كبير مع الاغاني ديالي القديمه والجديده من حبين ومن باهره، وهكا عجبني راسي ويعني واحد الفرحه كبيره. وانا اغتنمت الفرصه لان هذه المنطقه يعني هي جات في الاطلس انني نكرم روح الفنان الكبير ديالنا محمد درويش اللي تعلمنا منه بزاف، واللي اديت الاغنيه ديال ايناس ايناس يعني بطريقتي وكذلك يعني باستحضار الروح ديالو الفنيه الكبيره. وشكرا لكم، شكرا على حضوركم. ما عقت نقول لك والله الا دابا بحال زعما بحال شي حلم زعما صراحه، واحد 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 الحب، واحد يعني الناس بقاو كيتفاعلوا تيشطحوا تيغنيوا. حاولت نوع في الريبرتوار يعني الاغاني الكشكورات الاخيره اللي نجحات بالصبر ويا ما قالوا بطريقه جديده، يعني حاولت انني نديرها ونقدمها. كان تفاعل كبير مع الجمهور، يعني هادشي فرحني بزاف، وكيفرحني كذلك التواجد ديالي في هذه التظاهره الفنيه يعني المهرجان الدولي اللي عنده اشاعة كبير. واللي فرحني بزاف هو الكم الهائل الهائل من الجمهور اللي يعني على حد تشوف، ما انا بقيت كنشوف يعني حتى الاخر. هادشي تيفرحني بزاف وتيخلي بان العمل ديالي اللي كنديرو يعني تيوصل لقلوب الناس. ومازال العطي عطي، عندي مفاجات كثيره غنقدمهم لكم. جيت غيكون ديو مع الفنانه جنات ان شاء الله كنوجدو، هي دابا متواجده في مصر. يعني كنخدموا على واحد العمل فيه لمحه يعني لهجه بيضاء ما بين المغربي والدارجه وما بين اللهجه البيضاء اللي غيفهموها العالم العربي كامل. كاين كشكول اعراس كذلك اللي غادي يكون، كاين كشكول كشكولات شعبيه ولكن بلمسه جديده. وغادي تكون كذلك واحد الاغنيه فيها راي، يعني الناس توحشوا مني يعني لمسه الراي. غتكون قريبه ان شاء الله يعني في يمكن في اواخر شهر سبتمبر في الاوائل ديال شهر اكتوبر. والناس تعودوا عليا الانتاجات الفنيه المتكرره باش دائما نبقى معاهم على تواصل وما يملوش. ما تنساش تشارك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريدة العالم 24.